السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون احوالكم طيبه يا ربي. اليوم جبتكم معايا لتيدي، محل معروف في المانيا وهو المنافس ديال اكسيون. بالنسبه لهاد لي طاس، الشكيلات اللي حاطينهم زوينين. هاد المره دايرين اشكال مختلفه، وكاينين دي طاس اللي الحجم ديالهم كبير، يعني يقدروا يهزوا حتى الايترو. هما اللي الفوقانيين كاع، غير كيبانوا في الكاميرا صغار. هادو دي بريزونطوار ديال الحلوى، زوينين، الكاليتي ديالهم زوينه، عجبوني، قاصحين. تقدري تحطي فيهم الكيك، تقدري تحطي فيهم حليوات هكا متنوعه على حسب الذوق وعلى حسب الرغبه. كاين في الحجم الكبير والمويان والصغير. هو هادو قطاعات ديال البيتزا، الشكل ديالهم جديد، داروا ليهم على شكل دراجات بحال هكا، جاوا زوينين حلوين. وهذه شبيكه ديال الديسير هكا تحطوا فيها، تقدروا ديروا فيها حتى البيض، ديروا فيها اللي يعجبكم على حسب الاختيار ديال كل واحد. هذا باني ديال الخبز زوين ديال العود، انا شخصيا خديتها هذه كنيت حيت كنت كنبغيها، ولكن في اكسيون كنلقى غير حجم صغير. هذه الحجم ديالها كبير والعود ديالها زوين، يعني الكاليتي ديالها زوينه. تقدري ديري فيها هكا الخبز، ديري فيها الكيك، لا بقا ديري فيها ماكلة هكا، تخشي الطبسيل تما وتسدي عليه لبقات، يعني تقدري تستعمليها بزاف د الحوايج. وهاد الطبيصلات زويونين، هادو فيهم هاد الالوان هاكا بارده، تقدري ديري فيهم الزيتون، الزبده، الفرماج، كوفيتير، هاكا تحطيهم مرافقين في كاسكروت بحال هاكا فوق شي بلونش ديال الخشب.
طويلة غيجيو زوينين، فنين عجبوني هادو بزاف. بحال هاد المنظمات هادو كيجيو زوينين هكا في المطابخ ديالنا، بحال هذا تحطي فيه لي ساشي ديال الخميره ولا ديال لي فاني، ولا يعني كاين بزاف استعمالات. هادو سون دي سو بلا كيجيو هكا تحت بسيل، داروا لهم هاد الستيل هذا بحال هكا شبكه فيهم الدوغي والارجونتي والروج، زوينين تاع ماي كيجيو انيقين في الطبله. هادي كتعلق بحال هكا في الدخله دي حدا الباب، كيتعلقوا فيها السوارت، وهادي ديكور بحال هكا في لي شومبر كوشي ديال الدراري، كاين في الشيبي وكاين في الغوز، زوينين هادو ديال الخشب. هنايا حاطين داكشي ديال الخريف، هادوك دي سيرفييت هكا بالبابي فيهم هادوك الالوان خريفيه. وهاد العلب هادو كاين هنا اشكال مختلفه واحجام مختلفه، كيت صراحه هنايا كيستعملوهم بزاف الاوروبيين هنايا، كيديروا فيهم هذاك الشيء التخربيق صغير ولا كيبقى يدور عليك من هنا لهنا، كيجمعوا داك التبقشيش، كتبغي الحاجه كتمشي تحلي ديريك الكرتونه تجبديها، صراحه عمليين همايا وفي نفس الوقت كيعطيو منظر زوين. هاد لي طاجير هذا تا هو الشكل ديالو زوين، يجي هكا فوق البوطاجي في الكوزينه، يجمع القراعيت العطريه اتاي قهوه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش البلاصه فوق البوطاجي، زوينه. عاود يجي تاني بحال هكا في الحيط تحطي فيه الديكورات، زوين حتى الحجم ديالو كبير.
وهذه حتى هي كتكون هكا في وسط البينوار، هي كتكون عمليه بزاف، كتحطها على الوسط كتقرب لك هكا القراعي ولا ديال الشامبوان ولا المهم لوازم ديال الاستحمام ديالك، كتحطهم قدامك كيكونوا قراب ليك وعمليه بزاف زوينه. وهادو اضاءات ديال شكل فلامو والاخرى على شكل كاكتوس، تما كيعطيو منظر زوين. هادشي تاع الاضاءات وما معجبين به، عندهم بزاف ديال الاشكال والانواع. هادو كذلك تاهما اضاءات على شكل هكا بومبون، فيهم الغوز والبلون والاخرى فيها الكري والبلون، يعني يجيو للوليد ولا يجيو للغرفه ديال البنيه، زوينين. وهنايا ساليت من بلاصه ديال الديكورات، جيت هنايا لبلاصه تزيين الحلويات نشوف شنو حطوا من جديد. المهم صورت لكم بعض شكيلات، كنتمنى تعجبكم. انا باش كيعجبوني لي ماغازان ديال المانيا انهم دايرين من كل فنان طرب، يعني هاد الماغازان فيه ديكورات، فيه معن، فيه لوازم المدرسه، فيه كل شيء، فيه تا لي بسكوي شوكولا، فيه مشروبات، يعني دايرين من كل فنان طرب، فيه تا لوازم ديال اعياد الميلاد، فيه كل شيء تقريبا الا الحوايج الملابس اللي ما فيهش هما والاحذيه. وبهذا حبيباتي كنختم الفيديو ديالي هنايا، وفي اخر كل فيديو كنهدي لكل وحده وريضه. السلام عليكم.